بعد يا شباب عبد الله الشهراني، تفضل يا عبد الله. حياك الله يا عبد الله، كيف امورك؟ امورك طيبه؟ اقرب مني شوي. انا ابغى ابين فرق الطول، بس فرق الطول في الجسم، لكن ان شاء الله العلوم سوا. لا ان شاء الله انك اعبر مني واحسن. شال عمرك. عبد الله ايش تقول للمشاهد؟ احبهم والله، احبهم صدق صدق صدق، انا احبهم. انت يا فضفض عيش عيش، والله احبكم. عيش بس قبل لا تفضفض. الكلام كثير قالوه، بس احبكم والله، احبهم كثير. طيب محبينك كثير ولا جاي تدور محبين؟ ان شاء الله محبين كثير، بس انه محبين الواقع خير خير. لا تناظر في يدي. لا شوف والله الرجفه ترى مو من الجمهور ولا من خوياي، انا كنت اتفرج فيك، الحين واقف معك، مو بانجاز. اذا تشوفه انجاز شكرا انك شرفتني بهذا الشيء. والله اني اشوف انجاز صدق. طيب خلاص قوم يدي وادعي الحين، انا مستانس بالشيء ذا. عبد الله عليك ملاحظات كثيره وانت درابها حقيقه تاني، بس ان شاء الله تصحح اذا كتب رب مني اجلس. لكن احيانا يحدنا الوقت انه ما عندي وقت للتصحيح، عندنا 30 نجم و30 متسابق. بالعكس 30 نجم ذا يكفوني يوفوني يغطون مكان عبد الله واحسن. عجبتني نظرات اكثر. اعطوني نتيجة على الشاشة يا شباب. النتيجة امام الجمهور الان والمتابعين. عبد الله الملاحظات اللي اعطوك فريق الاعداد، كم ملاحظة ممكن؟ لحد الان اثنتين اللي سمعتها. لا تذكرها لي، لكن ليش وصلت لهالمرحلة وانت في 4-5 ايام؟ لاني عشت الرياليتي مرة، انا دخلت في العمق، سبحت. تشوف انه خطأ؟ اللي سويته؟ ايه. خطأ بس يتصحح، سواء جلست او رحت يعني عادي اقدر صح. لابد الشخص يكون عنده كنترول، لان شاشة التلفاز او التلفزيون ما هي شاشة جوال، ولا هي جلسة خاصة مع اصدقاء. كل ما كبرت المسألة كل ما كانت اعظم. مع الأسف والله يا عبد الله حبيبي ما يطلع من فمك. نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقك، اللهم يكتب لك كل خير إن شاء الله، اللهم داخل البرنامج. أعطوني المتسابق اللي بعده. لا زياد الشيري.